هجرة جماعية للمعلمين اللبنانيين تهدد العام الدراسي الجديد. جهود في ليبيا نحو تعزيز حقوق النساء المتزوجات من أجانب. في مصر مبادرة مجتمعية توفر الاهتمام والرعاية للمرضى في أيامهم الأخيرة. تشاهدون الآن برنامج اليوم مع لين البوديري وباسل صبري. صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اليوم. صباح الخير عليك يا لين. صباحك خير يا باسل. تغير المناخ الحقيقة هذه الأيام يعني بيفرض نفسه بقوة، هو مع موجة الحر اللي بيعاني وبيمر بها العالم أجمع. طبعا موضوع فرض نفسه بقوة على مختلف الحوارات والأخبار حول العالم، ومع الوقت تحول لعنوان رئيسي وأصبح القضية الأكثر إلحاحا للنقاش، خاصة وأنه مؤخرا يعني هذه الملامح، ملامح التغير المناخي، أصبحت أكثر وضوحا وسط موجات الحرارة المرتفعة المتكررة والتي ضربت يعني مدن عديدة حول العالم. بالفعل باسل، هذه يعني الموجات الحارة ترافقت معها حالة غير مسبوقة من الجفاف، وهو ما دفع الحكومات في أوروبا إلى إصدار تشريعات وقوانين تنظم استخدام المياه. ففي فرنسا مثلا فرضت السلطات قيودا على استخدام المياه في معظم المدن وحظرت سقي الحدائق خلال النهار. طبعا هذا التحرك في البداية أرضى نشطاء البيئة، ولكن عندما قررت لاحقا السلطات الفرنسية استثناء ملاعب الجولف من هذا الحظر والسماح لهم باستخدام المياه دون قيود، أغضبت هذه الحركة المجتمع البيئي والنشطاء الحقوقيين ودفعتهم للاحتجاج. طيب كيف كان شكل أو وجه هذا الاحتجاج؟ كان عن طريق صب الإسمنت في فتحات وحفر الجولف كما نرى الآن على الشاشة، تعبيرا عن غضبهم ورفضهم لهذا القرار. صحيح، وفي المقابل يا باسل حاول اتحاد الجولف الفرنسي تفسير ضرورة الاستثناء لملاعب الجولف، مؤكدا أنه ملعب الجولف بدون خضرة يشبه حلبة للتزلج على الجليد بدون جليد، كما أنه الأمر لا يتعلق فقط بسقي العشب في ملعب الجولف، وإنما بمستقبل الوظائف التي يشغلها نحو 15,000 شخص يعملون في ملاعب الجولف في جميع أنحاء فرنسا. طبعا الموضوع جدلي ومعقد فعلا، ولكن أعتقد أنه يجب دائما أن تدرس الأولويات بشكل عام، خصوصا لما يكون الموضوع متعلق بالرفاهيات في وقت الأزمات، لأن ده هو اللي بيثير وبيؤجج مشاعر الناس في النهاية. في لبنان اليوم كل القطاعات تعاني وتئن، كل شيء في النهاية متصل بالآخر ولا توجد استثناءات، وأحدها قطاع التعليم، قطاع به مشاكل بالجملة والحلول غائبة، والعاملون فيه يهربون لإنقاذ معيشتهم ومستقبلهم المهني عبر بوابة الهجرة. بالفعل مستقبل التعليم في لبنان باسل والعام الدراسي الجديد مهددان بسبب النزوح الجماعي للمعلمين الذين يبحثون عن تحسين رواتبهم المتدنية في بلادهم. صحيح، بحسب بحث أجرته شركة الإحصاءات والأبحاث الدولية للمعلومات، فإن مدارس لبنان يمكن أن تشعر بأثار النزوح الجماعي لسنوات قادمة بسبب النقص الحاد في الأساتذة المعوضين. حتى أنه وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي اعترف بهذا النقص الوظيفي، واعتبر أنه نقص المعلمين سيترك القطاع يعاني من عجز خطير في رأس المال المهني ما لم يتم التعامل معه بحلول أو بحلول عملية. اليوم دولة الإمارات من بين الوجهات التي جذبت معلمي لبنان المهاجرين، والقصة التي سنتابعها الآن تقترب من حياة أحد هؤلاء المعلمين الذين قدموا إليها للعمل. التفاصيل مع مراسل الحرة مصطفى سكحال. ضيقت الأزمة الاقتصادية الخناق عليه ولم يبقى أمامه سوى خيار الرحيل. سلام، أستاذ اللغة الإنجليزية، هاجر من لبنان ليستقر به الحال هنا في الإمارات، حيث حصل على فرصة عمل بإحدى المدارس، تاركا وراءه ذكريات ومسار تعليم امتد لعشرين عاما في جامعات ومدارس لبنان. قبل ما أجي على الإمارات كنت آخر 10 سنين كنت درس بالجامعة، بس لما ضاقت الأوضاع وصار الوضع الاقتصادي يعني بلش يبين أنه هو رايح على الأسوأ، ف
صرت عم دور على فرصة عمل بري لبنان، فأول أوبشن خطر على بالي هو إنه أجي على الإمارات لأنه خيي هون أصلاً هو أردي. يبحث سلام اليوم عن أفق معيشي جديد بعد أن أطاح الانهيار الاقتصادي والمالي غير المسبوق والأزمة السياسية والاجتماعية في لبنان براتبه الذي كان يتقاضاه حين أصبح صرف الرواتب بلا قيمة وسط ارتفاع سعر صرف الدولار وغلاء المعيشة. نحن وصلنا بوقت من الأوقات أنه بلبنان صار العملة دهورت على الآخر، فصار معاش إلى قيمة أبداً. صرت تشتغل أنت آخر شيء معاشك إذا بتحوله من العملة اللبنانية على الدولار بيطلع آخر شيء معاشك بشي 100 دولار 200 دولار. هذا أول شغلة. الأشياء صارت عم تغلى كتير. غير هيك يعني النظام للأسف الواحد أنه ما حلو يحكيها، بس أنه النظام السياسي بلبنان كتير فاسد، فبتحس أنه سكروا لك الأفق بلبنان. باتت الهجرة بالنسبة لسلام حلاً ليس فقط هرباً من الأزمة الاقتصادية، بل لأسباب تتجاوز ذلك وتدفع الكثير من زملائه في المهنة إلى التفكير في مغادرة لبنان بحثاً عن ملاذات آمنة لمستقبلهم. ما في حدا من أصحابي، ما في حدا من رفقاتي، من زملائي بالتدريس إن كان بالجامعة أو لما كنت درس بالمدرسة، إلا ما دايماً بيتواصلوا معي على الفيسبوك أو بعد أنا رقم اللبناني على الواتساب شغال، فدائما بيتواصلوا معي وكله بيبعت السيفيات وبليز إذا فيك تساعدنا بأنه تأمن لنا شغل أو شي فرصة للعمل بالإمارات بيكون ممنونينك. يعني يطول حديث سلام عن تفاصيل أزمة طالت معيشة المعلم اليومية في لبنان ووصلت تداعياتها أبعد من ذلك، وهو حديث مثقل بغصة كبيرة عن الهجرة التي باتت خياراً وقناعة لديه في الوقت الحالي. شكراً سلام. لم يفقد سلام الأمل في أن تتحسن أوضاع لبنان ويعود إليه يوماً، لكن حاله مثل حال العديد من الموظفين في قطاعات أخرى الذين يرغبون في الهجرة تحت ثقل الظروف الاجتماعية والاقتصادية. مصطفى سكحال، الحرة، دبي. نتحدث أكثر حول هذا الموضوع مع ضيفنا نقيب المعلمين في لبنان الأستاذ رودولف عبود. مرحبا بك معنا أستاذ رودولف. يعني قبل انطلاق الموسم الدراسي الجديد، قديش بتقدر تصف واقع القطاع التعليمي في لبنان حاليا؟ صباح الخير لك للمشاهدين. زميلنا عبر عن الحالة والمأساة اللي عم بيعيشوها المعلمين بالقطاع الخاص وبالقطاع الرسمي، وكامل الموظفين يلي رواتبهم عم بتكون بالعملة المحلية يلي مثل ما قال فقدت قيمتها، وما بقى فينا نحكي عن عملة وطنية بما خص التداولات أو المدفوعات اللي بتكون علينا. هذا واقع كمان كارثي هددنا، هدد المعلمات والمعلمين وهدد كمان مستقبل التربية بلبنان. طب أستاذ رودولف ابقى معنا، سنستعرض الآن بعض الحقائق والأرقام الخاصة بقطاع التعليم والمعلمين في لبنان، وذلك بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة اليونيسف، ثم نستكمل حديثنا معك. فعلا تشير الأرقام ربما إلى تراجع مؤشرات جودة التعليم وواقع الطلبة بسبب الأزمات التي تمر بها البلاد، حيث جاء التعليم قبل الجامعي في لبنان في المرتبة 116 عالميا بحسب مؤشر المعرفة العالمية للعام 2021 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتغيب ما لا يقل عن 700 ألف من الأطفال في سن الدراسة في لبنان، والبالغ عددهم مليوني طفل عن جزء على الأقل من العام الدراسي للعام 2021. وانخفض الالتحاق بالمؤسسات التعليمية بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما إلى 43% في العام الدراسي 2022 من 60% في 2021 وفقا لأبحاث الأمم المتحدة. ويبين تقييم جديد أعدته اليونيسف أن 3 من كل 10 شباب في لبنان قد توقفوا تماما عن الانخراط في العملية التعليمية. وفي المقابل خفض 4 من كل 10 شباب من الإنفاق على التعليم من أجل شراء المستلزمات الأساسية من غذاء ودواء.
بالفعل إذن تحديات عديدة تنتظر العام الدراسي في لبنان والذي بات على الأبواب، وأبرزها إيجاد معلمين بدل الذين هاجروا أو آخرون حتى قرروا ترك المهنة، مهنة التعليم، والتوجه نحو مهن أخرى. يحاول ريشار لملمة الفوضى قبل أن تطال مدرسته، بعد أن ترك عدد من الأساتذة القطاع، حيث بات أمام تحدي تعويض من خسرهم من الهيئة التعليمية. 20% من الكادر التعليمي غادر المدرسة لسبب رئيسي اللي هو الرواتب. نحن بنعرف كثير منيح انه الرواتب بالعملة اللبنانية، والأساتذة عم بيطالبونا بالفريش دولار. غرف فارغة ساكنة هاجرها مدرسوها في رحلة بحث عن فرص عمل خارج لبنان، فيما بقي التلامذة أمام مستقبل ضبابي في ظل تفاقم الأزمات في البلاد. عم بيصير في بالفعل هجرة أدمغة، الأساتذة اللي عندهم خبرات لسنين طويلة ما بقى قادرين يكتفوا بالمعاش اللي عم بيحصلوا عليه، من هيك عم بيضطروا يهاجروا. عم بيكون في بديل، بس البديل عم بيكونوا خريجين جديد ما عندهم خبرات، وبهالوقت بيكون عم بيتدنى مستوى التعليم بلبنان. الأزمة الاقتصادية الحادة أيضاً دفعت العديد من العائلات التي كانت تعد متوسطة الدخل إلى الانتقال نحو التعليم الرسمي، في واقع لا يكون سهلاً على الحكومة معالجته وسط ما تعانيه البلاد من انهيار مالي. إذا الخاص عنده سيفيات كثير، عنده مجموعات كثير بيقدموا طلبات، خريجين جدد، في ياخد ويرجع يبلش من جديد. نحن بالقطاع الرسمي المشكلة عندنا أكبر، لأنه ممنوع التوظيف بحسب قانون الموازنة، وبالتالي ممنوع التعاقد، بالتالي حنواجه هاي المشكلة. مع الوزير تقدم بطلب ينسمح لنا بالتوظيف، لأنه نحن متوقعين موجة نزوح من الخاص إلى الرسمي، وبالتالي لازم يكون عندنا عدد جديد من الأساتذة يكونوا عم بفوتوا على قطاع التعليم. الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ 3 سنوات أحدثت فوضى في القطاعات كافة، لكن تأثيرها في القطاع التعليمي كان كبيراً، مع إغلاق العديد من المدارس بسبب إضرابات المعلمين لأشهر متتالية وارتفاع معدلات التسرب المدرسي. لم تعد مهنة التعليم مغرية بالنسبة لكثير من الأساتذة، هكذا يصف المعنيون في القطاع التربوي واقع التعليم في لبنان، حيث ما لا يقل عن 20% من الأساتذة غادروا الصروح التربوية، ما جعل مصير آلاف التلامذة مجهولا. من العاصمة اللبنانية بيروت، جوال الحجموسة، قناة الحرة. إذا نستكمل حديثة مع أستاذ رودولف عبود، يعني في ظل الحديث عن جميع هذه التحديات، كيف تتعامل العائلات بالتحديد مع هذا الموضوع؟ العائلات بالنسبة لأولادها أول صار في عندهم معايير مختلفة عن ما كانت بالسابق، يعني هل الخيار بين المدرسة الخاصة أو المدرسة الرسمية؟ الخيار حول المدرسة القريبة من مكان السكن أو البعيدة، وليس بقى جودة التعليم أو المدرسة التي تقدم أساليب التعليم الحديثة. هل هو مثلا إن كان بمدرسة خاصة، والتنافس بين المدارس الخاصة عم بيكون أكبر من بين المدارس الخاصة والرسمية، بما خاص قديش كلفة الكفت المدرسي، وإذا الأهل قادرين يدفعوه ولا يسددوه ولا لا. وبالتالي اختلفت المعايير واختلفت الشروط يلي بتدور عليها العائلة، مع العلم أنه أي رح يكون في نزوح من مدرسة خاصة لمدرسة تانية على الأكيد خاصة، أو من مدرسة خاصة لمدرسة رسمية. طيب، هناك بعض العائلات التي تستطيع يعني توفير المطلوب لإدخال أبنائهم المدارس الخاصة، ولكن هل يعني هذا أنه بالضرورة الحال في المدارس الخاصة اليوم في لبنان على ما يرام، أم أن هناك مشاكل أبداً أخرى؟ أبداً. لأوصف الواقع بشكل يعني دقيق أكثر، المدارس الخاصة اختلفت، يعني هناك مدارس تستقطب الطاقات التربوية من معلمين ومعلمات. ليه؟ لأنه إمكانياتها المادية أكثر،
تستطيع أن تسدد حوافز مالية أكثر لمعلمينا، وهذا ما يفرغ المدارس الخاصة الأخرى من معلميها. وهذا هو الحال أيضا بالنسبة للعائلات، هذه المدارس تستقطب العائلات الغنية التي ممكن أن يكون لديها مدخول بالدولار الأمريكي، وبالتالي كمان تختلف المعايير، وهناك طبقية لم تكن حاضرة أبدا قبل هذه الأزمة. إذن هناك مدارس خاصة للعائلات الغنية التي لديها الطاقات التربوية والتعليمية الكبرى لأنها تستطيع تسديد حوافز مالية أكبر من القانون، وهناك المدارس الأخرى التي لا تملك هذه الإمكانيات، وبالتالي تخسر معلميها وتخسر تلاميذها. طيب وأستاذ رودولف، يعني خلينا نتحدث، بما أنه هناك تحديات عديدة تواجه قطاع التعليم، ومنها أنه تخفيض 4 من كل 10 شباب من مجمل الإنفاق على التعليم، وذلك من أجل شراء المستلزمات الأساسية سواء كان من غذاء أو دواء أو غيره. يعني بمعنى آخر، لو تم حل هذا الموضوع حاليا، الكثير من الطلبة سيكونون غير قادرين على مواصلة التعليم بسبب الأزمة الاقتصادية. شو رأيك بهذا الموضوع؟ لا يمكن أن يكون حل بالنسبة لإمكانيات السلطة في لبنان. الحل يجب أن يكون مترافقا مع جهة ما مانحة تساعد القطاع التربوي في شقائه الرسمي والخاص، لتساعد العائلات، لتسدد الأقساط، لتستطيع المدارس تسديد الرواتب الجديدة. وهنا نطالب كنقابة للمعلمين أن يكون هناك حوافز مالية وبالدولار، حيث كل القطاعات في لبنان أصبحت مدولرة، وهذا هو الخطر الكبير. يجب أن يكون هناك لفتة، يمكن من الأمم المتحدة، منظمات المانحة، المنظمات غير الحكومية، لمساعدة أولا الطلاب، الأهالي، ثانيا المعلمين، وثالثا المدارس وإداراتها، وإلا هناك خطر كبير على التربية في لبنان. سنشهد هذا الخطر وتداعياته في العام المقبل والأعوام المقبلة. طيب، في ظل هذه الأزمة المستمرة، المدارس الرسمية بها مشاكل، المدارس الخاصة بها مشاكل، طرح خيار مختلف تماما وهو التعليم المنزلي أو هوم سكولينج. طبعا هو ليس خيار جديد على المستوى العالمي، ولكن يعني بالنسبة لنا يعتبر خيار لم نكن نفكر فيه في السابق. ما هو تقييمك لهذا الحل؟ هل يمكن اعتماده لحل لأعداد كبيرة من الطلبة أم لا؟ ولماذا؟ إذا كنا نتكلم عن تعليم حضوري ولكن في المنازل، أعتقد أن الدروس الخصوصية وفي لبنان أيضا ستكون باهظة الثمن بالنسبة لكافة المواد، حيث يمكن للأساتذة أن تذهب إلى البيوت وتدرس الأطفال في بيوتهم. هذا يعتبر دروس خصوصية وهي مكلفة بما هي بوضعها الحالي. إذا كنا نعتبر التعليم من بعد لتخفيف كلفة المواصلات والقدوم والذهاب إلى المدرسة، نعم هناك حل، ولكن تتعلق بسرعة الإنترنت، بتوفر الكهرباء، بتوفر الآلات من كمبيوتر وغيره، وهذا كله للأسف غير متوفر لكافة التلاميذ. إذن الحل يكون بمساعدة. والتعليم الحضوري اجتماعيا مهم جدا للطلاب وللمعلمين. أعتقد يجب العمل. نعم. يعني أنا أفهم وجهة نظرك جيدا، ولكن أعتقد ما يشير إليه هذا الحل هنا بالتحديد هو المثال الأمريكي في تعليم الأطفال في المنزل، يعني بمعنى أن يكون الأبوان هم المعلمين في النهاية، هم من يدرسوا لأبنائهم عوضا عن المعلمين سواء عبر الإنترنت أو عبر الحضور الإلزامي الطبيعي العادي. ولكن ماذا نفعل لكن إذا كان الأهل وجميع الأهالي مؤهلين لهذه المهمة؟ وإلا لماذا نكون نحن متخصصون بشكل يعني أساسي في جامعاتنا ودراساتنا العليا ونمتلك المؤهلات لكي يعني نقدر على تعليم الأبناء؟ لا أعتقد أن هذا الخيار سيكون متوفرا لكافة العائلات اللبنانية للأسف، لكافة أصلا المستويات الاجتماعية. علينا أن لا ننسى أن الوضع في لبنان مختلف بين عائلة وأخرى بسبب تفاوت المدخول بالعملة اللبنانية، بالعملة الصعبة، الدولار أو غيره. وهذا يمكن أن نحدد أن يكون خيار لبعض العائلات الذين الأهل يستطيعون
إيصال الرسالة التربوية لأطفالهم بأنفسهم، ولكن العائلات الأخرى لا يمكن أن نتصور هكذا حل. نشكر مداخلتك معنا نقيب المعلمين في لبنان الأستاذ رودولف عبود، شكرا جزيلا لك. بعد قليل جهود في ليبيا لتعزيز حقوق النساء المتزوجات من أجانب، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. بينما تمنح معظم المجتمعات الغربية الجنسية للأبناء من خلال الأم، كما تفعل ذلك أيضا بعض الدول العربية كالمغرب وتونس ومصر والجزائر والعراق، لكن لابد من وجود استثناءات. للأسف نعم، ما زالت بعض الدول العربية سواء لأسباب قانونية أو حتى بسبب العرف الاجتماعي لا تسمح للمرأة بإعطاء الجنسية لأولادها، أو تسمح بمنحها ولكن بشروط تعجيزية. ليبقى منح جنسية الأم العربية لأبنائها قضية مثيرة للجدل. بالفعل، ومن هذه الدول التي تستمر فيها هذه المعاناة ليبيا. في ليبيا مثلا تعاني المرأة من ضياع حقها في إطار منح جنسيتها لأولادها، ووفق إحصائية أعدتها جمعية الأسرة من أجل المواطنة وصلت الأرقام إلى 15 ألف ليبية متزوجة من أجنبي، وهذا العدد في ارتفاع، وبالتالي يحرم أبناء هذه الأسر من التعليم كباقي الليبيين، وكذلك العلاج والتوظيف والتصويت في الانتخابات، ويعاملون معاملة الأجنبي في بلادهم. يعني كما ذكرت، هناك تحديات كثيرة بالفعل تواجه المرأة الليبية التي قررت الزواج بغير ليبي. سنتعرف الآن على بعض هذه التحديات مع حكمات، وهي أم لأطفال من أب غير ليبي، تشاركنا في هذا التقرير هذه التحديات المرتبطة بحقوق أطفالها. تواجه الليبيات المتزوجات من غير الليبيين وأبناؤهن تحديات في حصولهن على حقوقهن، بداية بحق السيدة الليبية كمواطنة، إضافة إلى حقوق أبنائها من حقوق الجنسية والإقامة والتعليم والعمل. يعني أبناء الليبية لما يطلع يسافر وبيرجع ما يقدرش يرجع، لأنه ما ليش الحق في مرافقة الوالدة، زائد أنه لو رجع كزيارة ما ليش الحق في إقامة، زائد أنه ما ليش الحق في العمل. إذا اشتغل هيقولوا له لازم بتجيب موافقة. زوج المواطنة أيضا مليش الحق بالإقامة، أو أخذ الإقامة ياخذها سنوية، يعني كل سنة لازم يجدد إقامته، مليش الحق في العمل. حقوقيون أكدوا أن القوانين الليبية كفلت للمرأة الليبية حقوقها وحقوق أبنائها، إلا أن تطبيق هذه القوانين الصادرة قبل أكثر من عقد من الزمان لم تجد طريقها إلى التفعيل. قانون لم يفعل حتى تمشي الليبية تبي تاخذ ورقة يمطلوها. في الشؤون الاجتماعية كذلك ما فيش سرعة الإجراءات وسرعة، حتى مثلا تبي تدير إقامة معناها ممكن تستغرق 3 شهور في الإقامة. تبي تسافر بتدير شهاد ميلاد لصغارها لازم تسافر بيهم لدولة اللي هي فيهم، علاش ما يسهلوش مثلا الإجراءات هذه تديرهم المرأة الليبية هنايا. منظمات المجتمع المدني بدورها تحاول زيادة الوعي المجتمعي بحق النساء الليبيات وأبنائهن بما يضمن تطبيق القانون الساري. نحاول بقدر الإمكان مساعدة المرأة الليبية المتزوجة من غير ليبي، وذلك بنشر التوعية بين المجتمع، لأن كثيرا ما نواجه إجابات غير منطقية من أفراد على مستوى مسؤولية، كأن يقول لا نحن مع أن تحصل المرأة الليبية على حقوقها المدنية بالرقم الوطني وغيره والشهادات الإلكترونية وغيرها، ولكن نحن ضد أن يمنح أبناؤها الجنسية. فيما أعلنت السلطات الليبية عن قرب فتح باب قبول التقدم للحصول على الجنسية الليبية لأبناء الليبيات المتزوجات من غير الليبيين وأبنائهن. تشعر المرأة الليبية المتزوجة من غير ليبي بالغربة في وطنها رغم وجود قوانين تمنحها حقوقها، إلا أن تنفيذها يظل رهينا لقرارات السلطة التنفيذية. رافت بالخير، الحرة، طرابلس.
إذن دعونا نلقي نظرة سريعة على القانون الليبي حول منح الجنسية لأبناء المتزوجات من أجانب، وما هي الشروط الواجب توفرها في هذه الفئة من الليبيين. إذن تقول المادة رقم 11 من قانون الجنسية الليبي لعام 2010 إنه لا مانع من حصول أبناء الليبيات المتزوجات من أجنبي على الجنسية، وهو ما يحق للرجل المتزوج من أجنبية كذلك، إلا أن هذا القانون فرض أو تم فرض فيه بعض الشروط التي قيدت هذا الحق على أبناء المتزوجات من أجنبيات، مثل تقديم الأم لطلب جنسية لابنها بعد بلوغه سن الرشد، شريطة ألا يكون قد نال جنسية أبيه قبل ذلك. القانون أيضا وضع شرطا تعجيزيا بالنسبة للمعنفات أو المطلقات المنفصلات عن أزواجهن للحصول على الجنسية، وهو أن يوافق والد الطفل والجهة المتخصصة في وزارة الشؤون الاجتماعية على منح الجنسية للطفل. وبغض النظر عن ما جاء في نصوص القانون، فإن ليبيا قامت بالتوقيع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تنص مادته 15 على أن يكون للمرأة نفس حقوق الرجل في مواد اكتساب الجنسية وتغييرها أو حتى الاحتفاظ بها. الحديث أكثر عن الموضوع تنضم إلينا رئيسة مركز وشم لدراسات المرأة دكتورة عبير منينة. أهلا بك وصباح الخير عليك دكتورة عبير. يعني كيف ترين أو تقيمين اليوم واقع المرأة الليبية المتزوجة من أجنبي، وربما نتحدث عن أكثر من 15,000 امرأة تقع ضمن هذه الفئة اليوم؟ ما هو واقع المرأة الليبية المتزوجة من غير الليبي؟ للأسف في ليبيا الآن هي مكابدة مستمرة، سواء مع الأطر الإدارية أو مع المؤسسات على اختلافها، وأيضا على مستوى المجتمع وكذلك على مستوى العائلة الأصغر. يعني هنالك دائما معاناة مستمرة في استخراج الأوراق، في محاولة الحصول على الحقوق، في محاولة طرق أبواب الهيئات المختلفة لمحاولة تحسين واقع حياتهن. هي مكابدة مستمرة في ظل وصم مستمر مجتمعي، وفي ظل عنف مؤسسي يمارس عليها من كل المستويات ومن كل الجهات. يعني يكفي أن المرأة الليبية الآن أغلب الدول العربية التي لم تمنح الحق في منح المرأة جنسيتها لأبنائها تناضل لأجل أبنائها. هنا للأسف المرأة الليبية معاناتها مركبة، لأنها أصبحت الآن بعد زواجها من غير الليبي مفتقدة لحقوقها كمواطنة، لأنها تنتقل بشكل مباشر وبشكل سريع إلى خانة الأجانب هنا، الأمر اللي يفقدها أهم جزء من مواطنتها. يعني وهذا أمر يعتبر خرق للقانون وخرق دكتورة عبير، وأيضا خرق لإنسانيتها وأدميتها. صحيح. من خلال امتلاكها لحق الاختيار. نعم. كيف بتقرأ التناقض في مسألة الجنسية؟ نعم. يعني الدستور أحال المسألة للقانون الليبي، لكن هنالك قوانين وشروط اعتبرت تعجيزية. كيف بتفسري هذا الموضوع؟ أفسر هذا الأمر بأن حقيقة المزاج السياسي والمزاج المجتمعي هو رافض قطعا لمنح الليبية للأسف حقها في منح جنسيتها لأبنائها. يعني المجتمع بشكل عام، أنا لا أعمم حقيقة، لكن الاتجاه العام في المجتمع يتجه إلى هذا، للأسف إلى هذا التوجه. يعني يتجه إلى تعزيز جانب التمييز ضد النساء، ويحاول أن يأخذ من المرأة هذا الحق المكفول لها من قبل الشريعة نفسه. يعني مجتمع يقع في تناقضه، فمن ناحية هو يدعي بأنه مجتمع قائم على الشريعة ويدعو إلى ضرورة أن تواكب جميع القوانين الشريعة الإسلامية، ولكن عندما يتعلق الأمر بحق النساء وهو حق مكفول وفقا للشريعة في الزواج من مسلم أي كانت جنسيته، يقف المجتمع هنا بالمرصاد اجتماعيا ومؤسساتيا وسياسيا. لذا القانون كان واضح في هذا الأمر، القانون أعطى هذا الحق، أعطى حق النساء، ولكن هذا ما أعطاه من جهة طبيعة الحال سوف يأخذه من جهة أخرى، لأنه يعلم تماما أن تعقيد مثل هذه الإجراءات سوف تؤخر كثيرا هذا الحق. بالتالي أعيد وأكرر أن المزاج المجتمعي العام للأسف يناهض هذا الحق، ولا يعترف بحق المرأة في اختيار من ترغب كشريك للحياة. طيب
كيف يؤثر هذا الواقع على الحياة اليومية؟ يعني كيف تعيش المرأة الليبية المتزوجة من أجنبي؟ ما هي وضعية أطفالها من ناحية التعليم أو الرعاية الصحية المجانية المتوفرة للليبيين أو حتى الحصول على الوظائف؟ هل هناك تمييز واضح يواجهونه بالمقارنة مع الليبيين؟ طبيعة الحال يعني إذا كان أخذنا مثلا التعليم نجد أن ليبيا الآن منقسمة مؤسستيا، يعني في شرق البلاد المرأة الليبية المتزوجة من غير الليبي أبنائها تحصلوا على حق أنهم يلتحقوا بالمؤسسات الجامعية بشكل مجاني، هذا الأمر لا أعتقد أنه متوفر في المنطقة الغربية، لكن إجمالا المرأة طبيعة الحال تعاني من أن أبنائها يتم إقصائهم من مثل هذه الخدمات على ضعفها، يعني نسلم جميعا بخدمة بضعف الخدمات التعليمية، بضعف الخدمات الصحية، بضعف خدمات الرعاية الاجتماعية، لكن إجمالا يجب أن يكون لأولادها هذا الحق بغض النظر عن مدى كفاءة هذه الخدمات. حتى الإعانات التي الآن أصبحت تمنح للأبناء وتمنح للمرأة بعد جهد وعناء أخذتها، أصبحت المرأة تمتلك هذه المزايا، لكن الأبناء لم يتم سحب هذه المزايا عليهم ولا زالوا يعاملون كأبناء غرباء بالرغم من أن أمهم ليبية. بالتالي القانون لا يعترف بحقوق إجمالا، وحتى الممارسات وحتى اللوائح وحتى الإجراءات الإدارية وحتى بين قوسين المزاج الإداري الذي يتعامل وفقا له الموظفين الإداريين لا يعترف بهذا الحق، ويمارسون أقصى درجات العنف والتنمر على المرأة الليبية المتزوجة من غير الليبي، مما يعمق حقيقة من أزمتها. يعني هنالك لا يوجد هنالك تعاطف على الإطلاق وتسليم بهذا الحق على جميع المستويات. إذن هي معاناة مستمرة، المرأة الليبية ترغب في أن يكون أبناؤها هنا ملتحقين بكافة مستويات التعليم وكذلك أيضا لهم الحق في الصحة. أما بالنسبة للعمل طبيعة الحال هم غير ليبيين يفتقدوا للجنسية الليبية، لا يحق لهم أن يكون لهم وظيفة في القطاع العام، لكن فيما يخص القطاع الخاص وهذا أمر مهم جدا الأمر متروك للمنافسة، لكن حتى يستطيع أن ينافس ابن الليبية يجب أن يكون لديه أدوات تعليمية، أدوات تعزز من كفاءته، وهذا الأمر طبيعة الحال لا يتوفر عند الكثير من النساء نظرا لوضعهن الاقتصادي الغير جيد أو المتردي دائما. طب يعني تقييمك دكتورة عبير على أرض الواقع ومجمل هذه التحديات الموجودة، هل هنالك أي أمل لتغيير فعلي في هذا الموضوع؟ لحسن الحظ دائما هنالك أمل، يعني دائما هنالك أمل، الأمور لا تقف هكذا، وإن كان البعض يرى أن لن يكون أي ثقة في إمكانية تحقيق هذا الأمل، لكن أنا دائما هنالك أمل، لأن أصبحت المرأة الليبية متزوجة من غير الليبي قياسا إلى 10 سنوات سابقة، تحاول من خلال نضالاتها المستمرة، وهنا أحييها من خلال هذا المنبر، من خلال تواصلها المستمر سواء عن طريق مجتمع مدني أو عن الطرق الشخصية، أصبحت تتقدم، أي نعم تتقدم ببطء، لكنها تناضل وتقاوم هذا التعسف حقيقة وهذا الظلم البين الذي يمارس عليها مؤسساتيا ومدنيا واجتماعيا. أنا أرى أن هنالك سوف يكون نوع من التقدم، وإن كان يعني تقدم بطيء، لكن على الأقل هنا يحتاج الأمر إلى توحيد للجهود. ربما يمكن استغلال الوضع أو ظرف سياسي قائم، الظرف السياسي القائم يعني تم إصدار قرار بالخصوص بأن يبدأ البدء في منح هذه الجنسية الليبية لأبناء الليبيات، يجب استغلال هذه الفرصة وتلقفها والعمل على إخراجها على أرض الواقع والإصرار عليها سواء في الخطاب المدني أو حتى في الخطاب استخدام الخطاب الديني، بالرغم أن الخطاب الديني فترة من فترات كان ضد ومناهض جدا للمرأة في هذا الحق. نشكر مداخلتك معنا رئيسة مركز وشم لدراسات المرأة دكتورة عبير أمينة، شكرا جزيلا لك. بعد قليل نتابع في مصر مبادرة مجتمعية توفر الاهتمام والرعاية للمرضى في أيامهم الأخيرة، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد.
عالميا يعد الحق في الصحة أحد الحقوق الأساسية والرئيسية في ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وينص هذا الحق على أهمية تأمين الرعاية الصحية لمختلف المرضى والسكان بشكل عام دون أي تمييز أو تفرقة وفي مختلف مراحل المرض أيضا. بالفعل هنا تأتي أهمية ما سنتحدث عنه الآن، تحديدا عن نوع من الدعم الطبي أو الرعاية الصحية، ولكن مختلف نوعا ما عما اعتدنا عليه، وهو رعاية تركز على الجانب المعنوي والنفسي أكثر من التدخل الجراحي. يأتي وقتها عندما ينتهي الدور العلاجي وتعجز كل الحلول الطبية عن وضع المريض على طريق الشفاء. إذن بعض المرضى يعانون في هذه المرحلة وهم في أيامهم الأخيرة على قيد الحياة من الكثير من الألام العضوية وحتى النفسية، وللأسف لا يقتصر هذا الشعور بالألم عليهم فقط بل يمتد لأسرتهم وجميع المحيطين بهم. خلال هذه الفترة ربما تصبح أيضا معاناة المريض مضاعفة بين هواجس الموت والقلق أيضا على أفراد العائلة مما ينتظرهم بعد وفاته، خاصة إن كان هو المسؤول عن إعالتهم. اليوم سنتعرف على نوع من خدمات الرعاية يدعى هوسبيس، طبعا لا أعلم ما هي الكلمة العربية، ربما يعرفنا بها ضيوفنا بعد ذلك، ولكن هو نوع من أنواع العلاجات التلطيفية والذي يوفر لهؤلاء المرضى ولعائلاتهم أو يوفر لهم للتخفيف من معاناتهم سواء كانت مادية أو نفسية أو طبية. في تقرير التالي نستمع لقصة أم يوسف وهي زوجة لمريض توفي مؤخرا، وقامت مؤسسة هوسبيس مصر بمساندته هو والعائلة خلال المراحل الأخيرة للمرض. لو ما فيش ناس رحيمة وعندها رحمة مش عارفة اللي زينا كانوا هيحصلهم ايه. انا بقيت اقول يا ربنا يشفيه، ربنا قادر على كل شيء، يا ربنا يكرمه وكده، علشان الالم انا عايزاه يرتاح من الالم اللي هو فيه. هو احنا بنقول له من حقك تعيش لغايه اخر وقت وتبسط لغايه اخر وقت وممكن تطمن لغايه اخر وقت. ابو يوسف اللي كان تعبان وكان عنده كانسر في الكبد وكانت حالته متاخره، ده جوز ابويا واولادي. كنت تعبانة نفسيا من تعبه وكل الضغوط كانت عليا لوحدي، يعني قعدت معاه وماديا مفيش، وكنت ساكنة ومش في مكان ملزوم من كهرباء وإيجار ومية وعيشة ومسؤولية من كل مكان من كل ناحية على دماغي. أخويا صلاح أخ كبير اكتشفنا أنه هو عنده مرض كانسر من الدرجة الرابعة. أنا من جوايا كان قلبي بيتقطع عليه كل يوم أو كل ساعة أو كل دقيقة، لأن كان بيتألم ألم جامد جدا. إحنا كنفسنا ما كناش بننام من الألم اللي هو فيه، يعني أنا مهما أقول ومهما أوصف مش هوصف اللي هو كان فيه. كان بيتألم زيادة عن اللزوم، ما كانش بيرتاح خالص، وكان بياخد أعلى، كان بيدوله أعلى نسبة مخدر من بداية التعب، لأن المرض لما اتشالت المرض خرج ملا بطنه كله، فهو تعب وتألم كتير قوي، وربنا يجعله في ميزان حسناته. مش قادرة استحمل ألمه ونفسي أعمل له أي حاجة، وهو كان بيطلب يقول لي اعملي لي أي حاجة تريحني من ألمي، ما كنتش أعرف أرد أقول له إيه غير إن أنا أعيط وما حسسوش إن أنا بعيط كمان وما أوريهوش. كنا كل اللي بنقدمه له الأدوية اللي هي تخليه مثلا هو تهديه شوية أو تنيمه شوية، فلما كان بيهدى شوية أو ينام شوية إحنا كنا بنرتاح شوية، لكن طبعاً لما كان مفعولها بيروح كان بتألم جامد جداً، طبعاً أصواته كانت عالية جداً من الألم. إحنا طبعاً كأهله كنا يعني نقعد نبكي كتير جداً عليه، بس ما فيش حد فينا في إيده حاجة يعملها، طبعاً كل حاجة بإيد ربنا سبحانه وتعالى. فالمؤسسة دي ظهرت اللي هي هوسبيس مصر ديت، كانوا بيدعمونا ماديا ومعنويا، والله كل اسبوع كانوا بيقولنا بيساعدونا. هوسبيس مصر تتعامل مع الحالات من سن 18 سنه لاخر العمر، لكل الحالات اللي هي في ايامها الاخيره، اللي هو طبيا بتبقى يطلق عليها مصطلح ان هو تيرمينال، هو في ايامه الاخيره، ان هو ده خلاص ما بقاش ليه علاج، فقد حته العلاج، ان هو خلاص هو في ايامه الاخيره. باختلاف الأمراض مش هتفرق، بس هو أدام وصل للحتة دي ده دور هوسبيس مصر إن هو يقدر يتدخل هنا. إرشادات نتعامل إزاي مع المريض، لقينا منهم دعم إن إحنا طبعا كان أنت حضرتك عارف مريض الكانسر مصاريفه كتير جدا، وطبعا إحنا برضو هو كان على المعاش ويعني إمكانياتنا كانت ضعيفة،
فهم شالوا معنا طبعا، دعمونا بأدوية، دعمونا بمحاليل، كانت بتتعلق له كتير طول اليوم، يعني هو كان عايش تقريبا عليها. فطبعا الحاجات دي كلها فرقت معنا نفسيا ومعنويا وماديا. لما بيبقى في بيت في مريض في أيامه الأخيرة دي، بيبقى البيت كله يعني عليه حمل كبير قوي. أنا اتطوعت لحوالي 25 حالة، شفت فيها اختلافات كتيرة قوي من الأعمار، من الليفل الاجتماعي، من المستوى الاجتماعي، ومن حاجات كتيرة. وفي ساعات بيبقى حد بيبقى عنده أمنية هي بالنسبة لي حاجة يعني هتسعده جدا، وهي بالنسبة لينا اللي هو طيب ما نقدر نعملها. أتذكر كان في حالة المريضة نفسها تشوف البحر، فخدناها هي وبناتها وابنها وطلعوا، وطلعنا يوم، قضينا يوم كامل في البحر في العين السخنة، وقد ايه ان هي اتبسطت، ونزلنا معاها البحر هي نفسها. الدعم النفسي ده حاجة اكبر من الفلوس بكتير، اكبر من الفلوس بكتير والله، من ناحيته هو بالذات اكتر مني، لان بقول لك هو كان بيتبسط اول لما كانوا بيجوا. الدافع بتاعي للتطوع هو فعلا هو ان هو يبقى في حاجة الواحد بيعملها يحس ان هي مفيدة لناس محتاجة، مش بس علشان ان هي تبقى بتشفى او كده، بس ان هو الواحد يوصل طبطبة لحد محتاجها. يعني تدخل مهم في وقت صعب او من اصعب الاوقات بالنسبة لاي اسرة. طيب ما هي آلية التعامل في هذه الحالة مع مرضى الحالات المتأخرة وخدمات الرعاية الخاصة بمفهوم الهوسبيس؟ هنا يشير الخبراء إلى أهمية تخصيص خبير اجتماعي يرافق المريض وعائلته ويرشدهم في كيفية خوض هذه المرحلة الصعبة يوما بيوم. من المهم أيضا التركيز على دور المريض وعائلته في معرفة حقوقه والمطالبة بها، أيضا تعزيز أوجه الدعم الاجتماعي وإبداء الاستعداد والاهتمام والرغبة في مساعدة المريض بشكل مستمر، أيضا محاولة طمأنة المريض حول ما يساوره من إحساس بالذنب أو القلق، أيضا استعمال عبارات المدح والتشجيع لتحسين الحالة النفسية للمريض. بالفعل نوضح الموضوع أكثر أيضا باسل مع ضيفتنا الدكتورة رانيا يونس رئيسة فريق العمل الميداني لمشروع هوسبيس مصر. مرحبا بك معنا دكتورة رانيا. إذا خلينا نتحدث أكثر عن مفهوم هوسبيس للرعاية بالحالات المتأخرة في المرض، وقديش مهم هذا الموضوع. صباح الخير، أهلا وسهلا. الهوسبيس هو المسمى اللي بيستخدم لوصف الرعاية الصحية اللي بتقدم للمريض اللي في أيامه الأخيرة هو وأسرته، بهدف رفع المعاناة عن المريض وتحسين جودة حياته في هذه المراحل المتأخرة. الفئة المعينة من المرضى دول هم المرضى اللي زي ما حضرتك تفضلتي في المقدمة، هم المرضى اللي بيقف الطب عاجز عن تقديم حلول للشفاء، والوفاة حسب تعريف منظمة الصحة العالمية بتكون وشيكة في فترة ما تزيدش عن 6 أشهر لسنة. طيب هو يعني مما فهمناه أنه هوسبيس هو مجموعة أو باقة من الخدمات التي تقدم في هذه الحالة أو في هذه المرحلة الصعبة من المرض، لو أمكن أن تشرح لنا أكثر ما هي الخدمات الرئيسية التي يجب أن توفر للمرضى من خلال تجربتكم في هوسبيس مصر؟ إحنا تجربتنا في هوسبيس مصر ابتدت في 2010 كأول مؤسسة مصرية من المجتمع المدني بتقدم رعاية للمرضى اللي في المراحل الأخيرة. كان لازم في البداية نتعلم النوهاو، فعملنا بروتوكولات تعاون مع مؤسسات بتقدم نفس الخدمة في ألمانيا، اتعلمنا منهم إيه هي الخدمات اللي بيحتاجها المريض وإزاي نقدم الرعاية له على أعلى مستوى من الجودة. بعد كده نزلنا للعمل الميداني بحزمة من الخدمات اللي بتوجه كلها عشان تغطي كل احتياجات المريض الأساسية في المرحلة دي، اللي غالبا ما بتشمل الرعاية الطبية، الرعاية التمريضية، الرعاية النفسية والدعم الاجتماعي.
الرعاية الطبية دي غالبا ما بتقدم في شكل زيارات منزلية من أطباء من تخصصات مختلفة عشان يتعاملوا مع الأعراض الجانبية اللي بتبقى مصاحبة للمرض الأساسي، واللي أهمها الحقيقة وعلى رأسها وأكثرها إيلاما هو طبعا الألم العضوي اللي كتير من المرضى بيعيشوا به في المراحل الأخيرة. طب كمان بيبقى الدعم الطبي في شكل أدوية ومستلزمات طبية وكمان خليني أقول لحضرتك على نفس الدرجة من الأهمية هو الدعم النفسي اللي بيقدم للمريض وأسرته، لأن المرضى في المراحل المتأخرة دي بيمروا بأعراض نفسية وتقلبات مزاجية عنيفة ممكن تبقى من أول إنكاره للحالة اللي هو موجود فيها لحد محاولات انتحار. طيب ودكتورة رانيا، قديش بيساهم هذا الموضوع وهي الخدمات في تخفيف الألم عن المرضى، وشو المختلف عن العناية التلطيفية؟ أنا هبتدي بس بالفرق بين العناية التلطيفية بوجه عام وهو مسمى عام والرعاية اللي بيقدمها الهوسبيس. الرعاية التلطيفية هي الرعاية اللي بتقدم لأي مريض في أي فئة من الحياة، في أي فئة يعني من عمره، في أي مرحلة من مراحل مرضه من بداية تشخيص المرض. بيبقى هدفها الأساسي هو إن المريض يقدر يتعايش مع الحالة المرضية بتاعته ويكمل حياته بيها. لكن الهوسبيس بيتعامل مع فئة مخصوصة من المرضى اللي هم يعني حياتهم بقت قصيرة، يعني أو المتبقي من عمرهم بقى قصير. فعشان الخدمات اللي بيقدمها الهوسبيس تكون ليها تأثير ومردود حقيقي على المريض، احنا اتبعنا كل مقومات الخدمة انها تتقدم بطريقة ومستوى عالي من الجودة. خليني اقول لحضرتك بعض النقاط بس اللي بتتكلم في جودة الخدمة اللي بتقدم للمريض. انه احنا بنقدم خطة للمريض ورعايته مفصلة حسب كل حالة. بنقدم خدمتنا بدون تمييز لأي فئة سواء اجتماعيا أو اقتصاديا. كمان احنا بنقدم الخدمات بتاعتنا بالمجان تماما دون أي مقابل. بنحاول دايما ان احنا نتواجد جنب المريض في محافظته اللي هو موجود فيها. احنا دلوقتي بنشتغل في 3 محافظات وان شاء الله عندنا خطة للتوسع علشان نوصل لمحافظات أكتر عشان نسهل على المريض الحصول يعني على هذه الخدمة. يعني هي بالتأكيد بدون شك مهمة جليلة يعني التي تقومون بها، يعني بالإضافة إلى كل ما تفعلونه فهو في النهاية بالمجان أيضا ولكل الناس. طيب خلينا نتكلم عن نقطة مهمة، وهي يعني هذا المفهوم هو مفهوم جديد على مجتمعاتنا، سواء كان الرعاية التلطيفية التي تصاحب الأمراض الخطيرة أو حتى الهوسبيس الذي يعني يعطى للحالات الصعبة التي لا يوجد شفاء لها في النهاية. هذا مفهوم جديد علينا، المتعارف عليه هو الرعاية التي تقود في النهاية إلى الشفاء التام. لكن ما أهمية نشر ثقافة تخفيف الألم عن الحالات المتأخرة أو لعائلاتها أيضا خاصة في مجتمعاتنا؟ أنا هقول لحضرتك الإحصائيات اللي بتقدمها منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للهوسبيس والرعاية التلطيفية. الأرقام بتقول إنه على مستوى العالم في حوالي 20 مليون مريض سنوياً بيحتاجوا لهذا النوع من الرعاية. 18 مليون منهم بيجدوا صعوبة في الحصول على علاجات الألم. كمان إنه أكثر هؤلاء المرضى، يمكن أكثر من 40% منهم موجودين في دول العالم النامي اللي ثقافتها أو ثقافة التعامل مع الألم في المراحل الأخرينية مش منتشرة.
على النقيض لما نلاقي دول العالم المتقدم حطت خطة لأنها تتعامل مع هذه المشكلة العالمية، وفرت علاجات الألم وقللت القيود المفروضة عليه، دخلت الرعاية التلطيفية في منظومة التأمين الصحي للمرضى، في مؤسسات كتيرة في المجتمع المدني بتشتغل في هذا المجال. لكن إحنا على سبيل المثال في مصر عندنا ما يزيد عن 1/4 مليون مريض سنويا بحاجة لهذا النوع من الرعاية، وما فيش أنا أعتذر منكي لضيق الوقت، ولكن هو هناك بالفعل يعني حاجة نتيجة شديدة لهذا النوع من الرعاية. أشكرك شكرا جزيلا دكتورة رانيا يونس رئيسة فريق العمل الميداني لمشروع هوسبيس مصر، شكرا جزيلا. بهذا وصلنا لنهاية هذه الحلقة، إلى اللقاء. طبعا لا تنسوا أن تراسلونا بأرائكم على مواقع البرنامج. الآن وقفة مع ما جاء في حلقة اليوم. هذه المدارس تستقطب العائلات الغنية التي ممكن أن يكون لديها مدخول بالدولار الأمريكي، وبالتالي كمان تختلف المعايير، وهناك طبقية لم تكن حاضرة أبداً قبل هذه الأزمة. بشكل عام أنا لا أعمم حقيقة، لكن الاتجاه العام في المجتمع يتجه إلى هذا، للأسف إلى هذا التوجه، يعني يتجه إلى تعزيز جانب التمييز ضد النساء، ويحاول أن يأخذ من المرأة هذا الحق المكفول له مكفول لها من قبل الشريعة نفسها. عملنا بروتوكولات تعاون مع مؤسسات بتقدم نفس الخدمة في ألمانيا، اتعلمنا منهم ايه هي الخدمات اللي بيحتاجها المريض، وازاي نقدم الرعاية له على اعلى مستوى من الجودة. بعد كده نزلنا للعمل الميداني بحزمة من الخدمات اللي بتوجه كلها عشان تغطي كل احتياجات المريض.